هيا نتعلم اللغة العربية. تعلم مع حافظ. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، اسمي حافظ. أهلا وسهلا إلى هذه القناة Super Simple Arabic. في هذا الفيديو نحن سنتعرف على حروف الجر وحروف العطف، وسنبدأ بحروف الجر أولا. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. dalam topik ini kita akan mengenal 8 huruf jar. Mengetahui makna 8 huruf jar yang dipelajari dan mengetahui penggunaan 8 huruf jar dalam ayat mudah. Huruf jar. Huruf jar bermaksud kata sendi. Huruf jar berfungsi dalam melengkapkan makna ayat. Huruf jar bersifat mabni, iaitu baris akhirnya kekal dan tidak berubah. Perkataan selepas huruf jar hendaklah isim. 8 huruf al-jar yang sering ditemui dan digunakan di dalam ayat ialah min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la atau li. مثال: من المحاضر خرج من الفصل، الطالب رجع من المسجد، أنا من ولاية قدح. مثال: إلى الطالب ذهب إلى المكتبة، العامل ذهب إلى الإدارة، الرجل سافر إلى اليابان. مثال: عن الأستاذ تكلم عن الأحكام الإسلامية، المحاضر تكلم عن الدرس في الفصل، الطالب تكلم عن مباراة كرة القدم. مثال: على الكتاب على المكتب، الهاتف على الكرسي، القلم على الكتاب. مثال: في الطالب درس في الفصل، العامل عمل في الصباح، القلم في الحقيبة. مثال: بي الموظف كتب الرسالة بالحاسوب، الطالب كتب الدرس بالقلم، حسن ذهب إلى الجامعة بالسيارة. مثال: ك لقمان وسيم كالبدر، فاطمة جميلة كالزهرة، عمر شجاع كالأسد. مثال: لي محمد فتح الكتاب للمراجعة، أيمن جلس على الكرسي للاستراحة، عدلي قام للصلاة. الآن سنواصل درسنا بحروف العطف. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا.
Dalam topik ini, kita akan mengenal 6 huruf ataf. Mengetahui makna 6 huruf ataf yang dipelajari, mengetahui penggunaan 6 huruf ataf dalam ayat mudah. Huruful atfi. Huruf ataf bermaksud kata hubung. Huruf ataf berfungsi dalam menghubungkan dua klausa atau lebih dalam sesebuah ayat. Huruf ataf bersifat mabni, iaitu baris akhirnya kekal dan tidak berubah. Perkataan selepas huruf ataf boleh datang dalam bentuk isim mahupun fa'il. 6 huruf ataf yang sering ditemui dan digunakan di dalam ayat ialah wa, au, am, fa, thumma, hatta. Misal, wa Muhammad wa Umar dhahaba ila al-jami'ati. Sarah wa Husna fil maktabati. Al-ustazatu wa talibu fil fasli. Misal, أو ماذا تفضل الفواكه أو الخضروات من تحب فاطمة أو مريم ماذا تشتري الكتاب أو القلم مثال أم أتفضل الفواكه أم الخضروات أتحب فاطمة أم مريم؟ أتشتري الكتاب أم القلم؟ لمعرفتكم، sekiranya huruf am digunakan di dalam ayat, maka ayat tersebut hendaklah didahului dengan kata tanya a, yang bermaksud adakah. Misal, fa, Ali darasa فنام حسن جلس فقرأ الكتاب الإمام قام فصلى مثال ثم صلاة الظهر أولا ثم صلاة العصر هو أكل الأرز ثم الخبز الطالب قرأ الكتاب ثم كتب الدرس. لمعرفتكم حروف ف dan thumma kedua-duanya membawa makna kemudian. Namun terdapat perbezaan di antara keduanya. Huruf ف digunakan sekiranya perkara pertama dan perkara berikutnya berlaku dalam jarak masa yang pendek. Manakala huruf thumma pula digunakan sekiranya perkara pertama dan perkara berikutnya berlaku dalam jarak masa yang panjang. Misal, hatta, huwa nama hatta subahi, huwa darasa fil maktabati hatta zuhri. الآن حان الوقت لنعمل التدريبات. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أكمل الجملة بحرف الجر المناسب. Lengkapkan ayat dengan menggunakan huruf jar yang sesuai. السؤال الأول. الطالب ذهب المدرسة. أحسنت. الطالب ذهب إلى المدرسة. السؤال الثاني. الأستاذ تكلم الدرس.
أحسنت، الأستاذ تكلم عن الدرس. السؤال الثالث، المحاضر خرج الفصل. أحسنت، المحاضر خرج من الفصل. السؤال الرابع، أمي جميلة الزهرة. أحسنت، أمي جميلة كالزهرة. السؤال الخامس، الكتاب المكتبي. أحسنت، الكتاب على المكتب. السؤال السادس، الطالب كتب الدرس القلم. أحسنت، الطالب كتب الدرس بالقلم. السؤال السابع، العامل جلس الاستراحة. أحسنت، العامل جلس للاستراحة. السؤال الثامن، أيمن درس المكتبة. أحسنت، أيمن درس في المكتبة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا على مشاهدتكم، لا تنسى الاشتراك ولايك وشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء.